من حضن التاريخ المصري وأهم معالم القاهرة الأثرية، افتتحت مساء أمس فعاليات دورة 23 لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء المستمر حتى 4 سبتمبر بحضور وزير الثقافة دكتور محمد صابر عرب. أنا بغني في مهرجان القلعة وعلى المسرح ده تحديدا يعني من تقريبا سنة 94 حاجة كده، كنت بغني مع المايسترو شريف محي الدين. هو الهدف من المهرجان ده ان احنا نوصل الموسيقى الرفيعه والموسيقى بكل اشكالها يعني حقيقه للشعب الجميل، الناس اللي عايزه فعلا تعرف ايه الموسيقى دي واحنا بنقول ايه وبنعمل ايه. ف يعني انا بحب جدا الحقيقه مهرجان القلعه لانه هو بيقربنا من الناس قوي. يعتبر مهرجان القلعة للموسيقى مظاهرة تأييد شعبية للفنون الجادة، حيث تقدم فيه دار الأوبرا المصرية للجمهور باقة من الفرق الفنية الكلاسيكية بصحبة نجوم الغناء والموسيقى في الوطن العربي. شاركت في مهرجان القلعة كذا مرة، جميل، بيبقى مكان حلو مع المكان الرائع ده في وسط الآثار مع الجمهور في الأوبن إير، بيبقى حلو، بيختلف مفيش شك إن أنت تنزل للجمهور غير لما يجي لك الأوبرا. يعني الجمهور اللي بيجي الأوبرا جمهور معين، وإحنا بنتمنى إن هو يبقى كل مصر بتيجي الأوبرا. لما بننزل في القلعة طبعا بيبقى المكان بيبقى زي مهرجان ثقافي فني جميل، الناس بتيجي تحضر بتبقى مبسوطة، بتبقى الجمهور اللي حوالينا والمناطق اللي حوالينا فبننزل لهم. هنا طبعا القلعة مكان حلو قوي، يعني مكان عريق جدا وبيفكرنا طبعا بقد ايه مصر طول عمرها من زمان وهي عظيمة، يعني مش حاجة جديدة على مصر ان ده دلوقتي، يعني حاجة مشرفة جدا وشرف ليا ان انا اشارك في مهرجان في مكان زي ده بجد، يعني عشان حاسة انه المكان عظيم جدا فليه رهبة، فيعني الواحد فعلا بيبقى حاسس المكان ليه رهبة وليه هيبة كبيرة، يعني عايز يعني تبقى حاسس من جواك ان انت لازم تكون فعلا على يعني على قدر المستوى ان انت تغني في مكان عريق وليه تاريخ كبير زي ده. ليلة رائعة حمل فيها الهواء مزيجا غير عادي من التاريخ والفن والأصالة والمعاصرة ليدخل به إلى الروح فيشعرك كأنك في عالم منفصل عن كل ما حولك من صخب. معتز العقاد، قناة دريم.